السلام عليكم. اليوم نولي الملعب عنابة، حيث أنه يعني فيه صور رائعة للمركب يعني ككل، ما عدا جزء اللي تكلمت عليه واللي قلت لكم فيه الأشغال ماشي، مازالها منتهج. أما الجزء اللي يعني اللي هم الألعاب نتاع المنافسة تاع الشام، الجزء هذاك راهي الاشغال انتهت به والحمد لله. يعني الرهان نتاع تنظيم الشام في عنابة يعني ربحنا، هذه امر خلاص مفروغ منه. نشوفوا الصور هذه الرائعة نتاع الملعب بعد ما درنا الخطوط نتاع لي بيست اتليتيزم. والملاحظ هو أنه الكراسي البيضاء مازال ما وصلتش للملعب، فيه تخص الكراسي البيضاء اللي أماكن تحرها فارغة، إذن في انتظار وصول الكراسي البيضاء. وكذلك فيه قضية لتست تجارب حول الإضاءة، إضاءة بالملعب مازال ما اندارتش، فيه بعض يعني ليزاجيستومون بعد الجوانب اللي مازال ما درناهاش، يعني من ناحية التجارب وكذا من ناحية الانستالاسيون. إذن بقيت هذه يعني التجارب الأخيرة مازال عندنا مازال مدة شهر، سوف نتدارك هذه النقائص وإن شاء الله نكون في الموعد. والسلام عليكم.